يعني قناعتي المفروض أن تكون الأمور بهذه الصورة، بهذه الهيكلية، بهذه الصورة، هذه الزيارة لمصلحة العراق، موضوع إنهاء مهمة التحالف الدولي فيه تداعيات كبيرة على العراق وعلى عموم المنطقة وأيضا على الولايات المتحدة الأمريكية وبقية قوات التحالف الدولي، أن نطور علاقاتنا مع الإدارة الأمريكية في كل الجوانب. يعني لم أسمع أن طرف حتى الأطراف التي يعني ترفع شعار المقاومة من خلال الحوارات معها هي دائما ما تركز على موضوع وجود القوات الأمريكية في داخل العراق، لكن لم نسمع من طرف معين في أنه يمانع في أن تقوم الحكومة العراقية بالاستفادة أو توسيع العلاقات أو الاستفادة التكنولوجية العلمية في الجامعات، في الزراعة، في التجارة، في الصناعة، في التبادل المالي والمصرفي. هذه قضايا مهمة جدا لاستقرار البلد ولسيادة البلد، والمفروض أن تكون الصورة بهذا الشكل. نعم، لكن زعيم أحد الفصائل المسلحة العراقية وبتصريح لمجلة نيوزويك استبق زيارة السيد رئيس الوزراء العراقي لواشنطن يعني بإطلاق تهديدات بتصعيد قواته بشكل كبير إذا لم يلبي الرئيس الأمريكي جو بايدن مطلب الانسحاب. كيف تنظر الحكومة العراقية لمثل هكذا التصريحات؟ هل تعكر صفو ربما هذه الزيارة؟ يعني بكل تأكيد لا نريد أن نعلق على بيان من هنا وبيان من هناك. الإطار العام والإطار المتفق عليه، تعرف أن الحكومة العراقية هي لا تقوم بخطوات منفردة أو خطوات مزاجية. السيد رئيس الوزراء يتحرك وفق إيقاع مضبوط، وفق إيقاع الاتفاقات، الاتفاقات الداخلية والاتفاقات الإقليمية والعلاقات الدولية، وبالتالي هذا الأساس مبني بصورة محكمة جدا. نعم، لا نستطيع أن نمنع الآخرين في أن يبدوا وجهات نظرهم، لكن أمام حقيقة أن هذه الأمور متفق عليها وأمور يعني هناك قناعة غالبية جدا على أن هذه الأمور بالخصوص منها إنهاء مهمة التحالف الدولي والانتقال إلى العلاقات الثنائية قضية حيوية تصب في صالح العراق، في صالح الاستقرار العراق، سيادة العراق، وأيضا تصب في صالح تنمية علاقاتنا مع مختلف الدول التحالف الدولي وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية سيد باسم العوادي، شكرا جزيلا لكم.